الإنسان اللي حضرته الوفاة، الحي اللي موجود عنده، عليه انه يعرف سبع حاجات. اول حاجة ما يدخلش عنده واحد عليه جنابة او واحدة عليها الخيف او النفاق. الجنب اللي عليه جنابة ما يدخلش على المحتضر وهو جنب، لابد يغتسل. ليه؟ لان الملائكة تتأذى من الجنب. الحائض والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيدقق ولا حد عارف الكلام ده. حائض نفساء جنبه قاعد والراجل بيتلح في الروح والراجل مش قادر يقول لهم اطلع بره لان الملائكة اللي معايا متأذين منا. الميت يتأذى من هذا. دي اول شيء. ثاني شيء، لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد بيكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت لان الميت بيبقى متأذى منه. ليه؟ لان الحي قاعد كامل فيه. قاعد كامل وفرحان ومنتعش والميت عايز يقول خذوه ارموه بره بس مش قادر يتكلم. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، إذا حضرته الوفاة حوله إلى القبلة، ناحية القبلة لأنه من أهل أمك لا إله إلا الله. نمرة أربعة، غمض عينيه، لأن إذا ما كنتش هتغمض عينيه قبل الضوء الروح هتكن العينين مفتوحة على طول ما تتغمضش. لأن النبي قال فإن البصر يتبع الروح، يعني العينين لما بتشوف الروح طالعة بتكنها متمسمرة كده ورا الروح على طول، فيبقى من الصعب إنك تغمض عينيه بعد ما تطلع الروح. دي نمرة أربعة. نمرة خمسة، يقنه لا إله إلا الله. أنا عايزك توحد أخواته لا إله إلا الله. ليه؟ لأن النبي قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. فأنت لما بتبقى بقى مسافر بيعملوا لك الشوادة، بيجيبوا الجبنة والفطير والفراخ والحمام ويملوا لك قفة لأنه مسافر. إنما ده مسافر سفر طويل، فلا اللي هيكفيه عيش ولا هيكفيه جبنة ولا هيكفيه طيور. ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين، إنما ده مسافر على طول. يبقى الزوادة بتحصل لما تخلصش أبدا. إيه؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بس تقولها له ولسانه لسه سليم. إنما لو لقيت اللسان انعقد سيب. ليه؟ هسمها لخبط. تقول له لا إله إلا الله ما يقدرش يقولها. فتقول له لا إله إلا الله ولسانه لسه بتحرك. أما إذا انعقد اللسان فلا يجوز إنك أنت تلقي. نمرة ستة، ايه؟ تقرأ له سورة ياسين. ليه؟ لأن قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه سكرات الموت. ولاحظوا يا رجالة ان الواحد هو في سكرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه ابليس. يقول له يا فلان لقد مات ابوك يهوديا ودخل الجنة فمت على اليهودية. لقد مات ابوك نصرانيا ودخل الجنة فمت على النصرانية. انما بقى انت ما دمت مع ياسين ومع لا اله الا الله خلاص. ولذلك الامام احمد بن حنبل وهو بيموت ابن عبد الله بيقول له يا ابت قل لا اله الا الله. فكان احمد يقول له لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا. فلما افاق من السكرات قال له يابا ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ بقول لك لا اله الا الله تقول لي لا وبعدا؟ قال له يا بني ما كنت ارد عليك انما كنت ارد على الشيطان.
بيقول لي مش نصراني، اقول له لا وبعدا، مش يهودي اقول له لا وبعدا. ولذلك النبي لما قرأ هذا الحديث تلا قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام، تقول لا إله إلا الله. إنما اللي بيحصل النهاردة لا حد بيقرا له ياسين ولا حد بيسأل فيه، أهو الراجل قاعد بيموت واللي قاعدين معاه لهم عارفين وصول الاحتضار ايه لغاية الراجل ما يندفن. يجي واحد من الجماعة المرتزقة يقول بقى يقعد يقرا تبارك الذي بيده الملك، قراءة مش تدخل الجنة، قراءة تدخل النار. سمعت هو بيقرا تضمن 100% ان القرآن ده يودي جهنم. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك، قراءة تدخل النار. ايه يا ابني جرى يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ ما تاخد السلم وما تقراش يا اخويا. حاجة غريبة الحقيقة يعني. والله. نمرة 7 لا يذكر عنده إلا الكلمة الطيبة. يعني تيجي مراته تقول يا سبعي أهي تؤلمه دي؟ يا جملي الملائكة تقول له أكنت سبعا حقا؟ أكنت جملا حقا؟ ها؟ إيه الكلام اللي بيقوله عليك ده؟ ولذلك سيدنا أبو موسى الأشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت صوتها، زي اللي سمع بتحكي. فلما أفاق أبو موسى من سكرة الموت قال لها: إني أبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد برئ من الحالقة ومن السالقة ومن الشاقة. أنا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه إيه. النبي برئ من 3: الحالقة والسالقة والشاقة. الحالقة اللي بتقطع شعرها على الميت، بنته، مراته، أمه، أخته، تقطع شعرها ليه؟ حدادا على الميت، ده النبي بريء منه. السالقة اللي بترفع صوتها بعد الميت ما يموت، جملي سبعي. الشاقة اللي بتقطع هدومها تسوق الجلابية بعد الميت ما يموت. سبحان الله. أمال بقى اللي طولكم خدها إيه جزاءها؟ اسمع يا سيدي النبي عليه في اللي طولكم خدها. بيقول: أيما امرأة لطمت خدها على ميتها فكأنما أمسكت رمحا تبارك الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نساءنا يا رب، اللهم اهديهم يا رب وعلمهم أحكام الإسلام. اللي طلتم خدها على الميت كأنها مشيت رمح وبتحارب ربنا، ماسكة مسدس وبتضرب بتحارب ربنا. وايه كمان؟ وكأنما هدمت الكعبة بيديه. يبقى اللي زي اللي يهدم بيت الله الحرام. طيب قلنا الدابة اللي بيجيبوها بقى عشان تمشي، وتقول الدود يقول للدود لك وللحواجب والعنون السود والقرصفة وراها وهي زي ما يكبروا قدامه، يتعمل ايه ان الدابة اللي تعمل ايه؟ اسمع يا سيدي النبي عليه، قال: تخرج النائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه، ملك يسوقها وملك يقودها حتى إذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله: ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا.